يعني أنا أريد أسألك الآن عن إقليم البصرة والمطالبات في حالة لا سامح الله ما طلعت نتائج عن قتلة المتظاهرين وظل الوضع وغضب أهل البصرة والشعب العراقي بشكل عام من هذا الموضوع، حترجعون ترفعون علم إقليم البصرة من جديد؟ خلنا أقول لك شغلة، أنه مطالبنا خليناها أنه محاسبة قتلة المتظاهرين أنت ما تطلبها من قاتل، أنت ابعد القاتل عن طريق قانون وعن طريق صندوق الانتخابات. القضايا الجنائية ما تسقط بالتقادم، القضية تبقى سنين، فذلك أول مطلب هو قانون انتخابي يجيب مجلس النواب يربطه بالكثافة السكانية، كل 100,000 نسمة مقعد، وبالتالي يطلع لنا مجلس نواب حقيقي، يطلع النائب الكردي ممثل عن الأكراد في المنطقة والكثافة السكانية، وبالتالي راح يطبق الدستور، بالتالي تكمل المحكمة الاتحادية، بالتالي يكمل مجلس الاتحاد أو مجلس المشرعين، وهنا راح تعلى مطالبنا في محاسبة قتلة المتظاهرين وكذلك تطبيق الفيدرالية إقليم البصرة. إقليم البصرة لن نتخلى عنه، وتظاهراتنا كل تظاهرات احنا نرفع علم إقليم البصرة، تظاهرات ما يخدمكم استاذ عمار عفوا، يعني انت تصير إقليم تدري شنو الأطماع اللي عليك، شنو الأحزاب اللي حتسيطر عليك، شو وضعك ما راح يخدمك هالشكل تظل وحدك. أكمل لك استاذ، كل الدول المتقدمة طلع لي دولة بالعالم نظامها فيدرالي ما متطورة. النظام الفيدرالي ما حد فاهمه، ترى هذول اللي موجودين مو سياسيين، كلهم يعني مع احترامي لهم مو خريجين كليات علوم سياسية، هم اجوا عن طريق قانون انتخابي رئيس الكتلة يصعدهم، فلذلك هم ما يعرفون شيء من الأنظمة الإدارية ولا أنظمة الحكم، خالطين بين أنظمة الحكم وبين نظام إدارة الدولة. هذا نظام إداري متطور كل الدول المتقدمة هي تصرف به وتعمل به. عندك الإمارات، الدول كل الدول الأوروبية والدول المتقدمة هي دول لا مركزية. لا مركزية نوعين، فرنسا عندك لا مركزية إدارية، وعندنا هنا والدول مثل ألمانيا أمريكا إيران لا مركزية إدارية، فاللا مركزية غير مطبقة بس في العراق. بس استاذ عمار بس ثوار تشرين وثورة تشرين أول ما بدأت استاذ عمار تدري كنا نسمع بإقليم البصرة وإقليم الأنبار، والأنبار راح تصير إلى شطرين، وبدأنا نسمع بهواية أقاليم. الثوار لغوا هذه الفكرة كاملة، يدرون هذا مشروع تقسيمي بداية أقاليم بعدين يصير البلد يتقسم إلى دول، وإقليم كردستان يبدأ يطمح إلى الدولة من جديد، هذا مو مصلحتك. أستاذ أحمد، لو من البداية مطبقين إقليم المحافظة الواحدة إقليم كردستان هسه المشاكل بيناتهم والمتظاهرات، لأنه ما مطبقين اللا مركزية الإدارية، بس خلي يفهمون زين أنه المرحلة الجاية هو مرحلة الفيدرالية، مرحلة إقليم المحافظة الواحدة، أقاليم مدنية لا أقاليم على أساس طائفية ولا قومية، حتى إقليم كردستان يصير كل محافظة هي إقليم، وبالتالي هو إقليم إداري.